توحيد الفصائل حاليا هي يعني مهمة وكلت لنور المالكي، هذا أمر كل سياسي في العراق يعرفه، أنه هذه الفصائل الإطارية الآن وما حصل في المنطقة الخضراء جميعها موحدة متوحدة ضد التيار الصدري، لأن التيار الصدري يحاول نزع السلطة من قوى الإطار أو من إيران بشكل عام. يعني هو حتى موضوع الحوزة الدينية حتى ما قبل رسالة الحائري وكلام الحائري كانت هناك صراع ما بين الحوزات الدينية سواء في قم أو في النجف الأشرف. نعم. هذا الأمر أيضا هو الآن تستخدمه إيران من أجل توحيد الرؤية ضد السيد مقتدى الصدر على أساس أنه مقتدى الصدر هو خارج عن طاعة الولي الفقيه، وبالتالي هو يشكل مصدر خطر على الفصائل العراقية في وقت واحد، وأيضا على العملية السياسية برمتها بما يطمح إليه من محاولة لتشكيل حكومة خلينا نسميها احنا هو سماها الأغلبية لكن أنا حسميها يعني حكومة يعني كثير بها من التشكيلات السياسية لغير الشيعة، يعني ما أريد أتكلم بصورة السنة والشيعة، لكن هو بتحالفه مع السنة بتحالفه مع الأكراد ضرب المشروع اللي كان ينوي إلى نور المالكي داخل العراق، لذلك هم وقفوا ضده بهذا الأمر، وساعدتهم إيران كثيرا في هذا الأمر حتى في موضوع المواجهات التي حصلت، وشفنا كثير من القناصين اللي تم نشرهم على سطوح المنطقة الخضراء.